جاء في الحديث كذلك إن الحجر أنزل من السماء حجر أسود وكان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم وذكر العلماء مسألة افتراضية وهي وقعت لو أنه أخذ الحجر من مكانه وذهب به إلى جهة ما ولا يفعل ذلك إلا الظلمة والكفرة فإنه يشار إلى مكانه فقط وقد أخذه القرامطة الباطنية الذين تظاهروا بالتشيع وهم باطنية ملاحدة أخذوه غيبوه عن الحرم أخذوه من مكة شرف الله إلى القطيف 20 سنة حتى فاوضه الخليفة العباسي في زمانه ورد ساومهم عليه ورده إلى مكانه افترض الفقهاء هذا ووقع كما صار في التاريخ. نعم.